الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له تعالى على أنعامه وأفضاله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل من أئمة التابعين، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أن ابن عباس رضي الله عنه قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، يعني لما يصيب الصرع تتكشف عنها ثيابها. قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: يا رسول الله، إني إذا صرعت تكشفت، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية غير البخاري: فكانت تصرع ولا تتكشف، رضي الله عنها وأرضاها. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها أن من ابتلي بلاء عظيما كبلاء هذه المرأة بالصرع أو بنحو منه، فصبر دون تضجر ودون شكوى، فله الجنة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه. والحبيبتان هما العينان، قال ابن حجر: وهما أحب أعضاء الإنسان إليه، لأنه بهما ينظر إلى الخير فيأتيه، وينظر إلى الشر فيحذر منه. قال: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. شوف العوض كبير كيف، مع إنه أعينك دي لو أدوك ليا وهي تبصر، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنت ماشي تعيش كم أصلا؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. القليل من الأمة دي قال لك اللي بيفوت 70، يعني ماشي تعيش كم أنت أصلا؟ مهما عشت في هذه الدنيا فهي فانية. فكون الإنسان يفقد نظره وربنا يعوض به والجنة، ده عوض كبير جدا. ولهذا يا أخواننا، من ابتلي بمصيبة في هذه الدنيا كمصيبة هذه المرأة فعليه بالصبر، والعوض بعدين عند الله كبير جدا. قال العلماء: والصرع نوعان، نوع من الصرع هو مرض عصبي يأتي نتيجة
لألم في الأعصاب، في أعصاب الدماغ، فيصرع الإنسان ويفقد وعيه. والنوع الثاني من أنواع الصرع هو صرع بسبب مس الشيطان. ولهذا أورد هذا الحديث العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، في تفسير قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالصرع يكون نتيجة لمس الشيطان، ومس الشيطان يبتلى به الإنسان الذي فرط في الحماية والصيانة من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا حماية من الأذكار الشرعية، أنت بتعملها بتحمي نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي في الصباح والمساء فهو في ذمة الله، وكانت له حرزا من الشيطان. آية الكرسي بس صعبة؟ سهلة جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين سورة الفلق والناس، قال: ما تعوذ متعوذ بأفضل منهما. بس أقرأ الفلق والناس في الصباح وفي المساء، ده أحسن تعوذ. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. حاجات بسيطة أنت بتعملها بتبقى لك حرز من مس الشيطان. وكذلك في البيت تتبع آثار السنة في البيت، فلا تصب الماء الحار في أي مكان، لأنه قد يكون في شيطان يضرك. وإذا مشيت بعيد في الخلاء ما تتبول في مكان من غير ما تتعوذ. روى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، في سيرة سعد ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، أنه مات في الخلاء، كان بيقضي حاجته رضي الله عنه، فبال في جحر من الجحور فقتلته الجن. بعد ما مات سمع هاتف من الجن ينادي: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وهذا سعد رضي الله عنه من سادات المؤمنين، من أولياء الله الصالحين. ولهذا يا أخواننا نعمل حسابنا من مس الشيطان بكل سبب من الأسباب التي يجد فيها الشيطان الفرصة في العبد المؤمن. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي التماس دعاء العبد المؤمن. صحابية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه يدعو لها بالشفاء، وده عند العلماء يسمى بالتوسل الجائز المشروع، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الداعي حيا موجودا، ما يكون ميت ولا غائب،
والشرط الثاني أن يكون الرجل ممن يظن به الصلاح، ما بتمشي لأي فاجر ولا زنديق ولا إنسان ضال في الدين وتقول لي أدعو لي. الدعاء ده عند من يظن فيه الصلاح، إنسان مستقيم في عقيدته، يصلي في المسجد، بار بوالديه إلى آخره، وما خاص بشخص معين. أما التوسل اللي بيعملوا الناس الليلة كونهم يدعو الموتى والغائبين وعنده أصحاب القبور ويمشوا يبركوا عند أعتاب أصحاب القبور، ده توسل ممنوع، توسل شركي بوديك جهنم طوالي، فتعمل حسابك منه. توسل الصحيح يعني أن تلتمس في إنسان الخير، تقول لا ادعو لي معك ربنا، زي ما فعلت هذه المرأة. ثالثا من الفوائد المهمة عفة هذه المرأة وصيانتها للعرض. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد إنها تصبر ولها الجنة، بقى همها إنها لما تصرع لأنها بتفقد الوعي، خايفة تتكشف فتظهر مفاتنها أمام الناس. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو ربنا إنه أنا لمن يغيب مني الوعي ما أتكشف. والغريب الليلة كثير من بناتنا واعيات بتكشفن، ما غبيانات ولا مصروعات. فيا أخي الوحدة منين ما تتأمل هذا الحديث، تبقى المصروعة أفضل منها؟ المصروعة اللي فاقدة وعيها تبقى أفضل منك كتي الواعية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها إنها ما تتكشف. رابعا في هذا الحديث أن المعصية لا يصبر عليها، إنما يصبر على البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصبري ولك الجنة على البلاء اللي هو الصرع والمرض. لكن لما قالت له أنا بتكشف ما قال لي أصبري برضو، أتكشفي وأصبري، لا، المعصية لا يصبر عليها إنما يصبر على البلاء اللي بيجي من ربنا. لكن المعصية دي ما منك أنت، والمعصية تخليها ما بتصبر عليها. أيضا يا أخوانا في هذا الحديث يعني من الفوائد العظيمة جدا أن هذه الصحابية لجأت إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها جعلها من المبشرين بالجنة عينا. الصحابة دي ما نوعين، النوع الأول منهم مبشرين بالجنة على العموم كلهم، أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار، كلهم مبشرين، لكن هذا على وجه التعميم. أما المرأة دي لما أصيبت بالمصيبة دي وصبرت عليها والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها، بقت من أهل الجنة عينا زي العشر المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وبلال وعبد الله بن سلام، ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأسمائهم. فكانت منهم هذه المرأة السوداء التي لم تكن من العرب، ولكن رفعها الله تبارك وتعالى مقاما عليا. أسأل الله تعالى لي ولكم رحمة واسعة وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم فرج عن بلادنا الكرب والمآسي وضيق المعيشة وضنك الحياة. اللهم وسع علينا في أرزاقنا وارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا،
إنك جواد كريم وقوم إلى الصلاة يرحمكم.